كل سنة المئات من الحيوانات بيتكهربوا بالخطأ، وبالرغم من المجهودات اللي بتتعمل علشان ننقص الرقم ده، إلا إن البرية مكان طبيعي للحوادث. ولأن الإنسان هو الوحيد اللي عارف خطورة الكهرباء، وفي الناحية التانية في عدم وعي عند الحيوانات بيخليهم يتحطوا في موقف خطر جدا لما بيقابلوا أي حاجة ليها علاقة بالكهرباء. النهاردة هنشوف مع بعض 20 موقف للحيوانات اتكهربت فيه بالخطأ. يلا بينا. الحيوانات الصغيرة فضولية جدا بطبعها، وبتحب تكتشف أي حاجة حواليهم حتى لو كابلات مكشوفة. في الفيديو ده طفل الشمبانزي عجبته جدا شكل الحواجز المكهربة، وحاول انه يقرب عشان يكتشفها، ولكن اتصعق بالكهرباء جدا وبطريقة عنيفة. العيلة كلها اتصدمت من الموقف وحست بالخطر على الطفل، وتحسن الشمبانزي لما فضل في حضن امه شوية. ولكن طفل الشمبانزي اتعلم درس في حياته، انه يبعد عن اي كابل ممكن يوصل كهرباء. مفيش معلومات كتير وافية او تفاصيل عن الفيديو دوت، ولكن اللي واضح ان التلات قرود دول عايشين في معبد ما، كانوا بيلعبوا ومش ملاحظين ان في قرد منهم بيحارب لحياته. كان بيحاول يمسك نفسه باي طريقة، ولكن في الاخر فقد كل طاقته وترمى على الارض. مصور الفيديو لما اتسأل قال ان العناية الطبية لحقت القرد وعملت له الافاقة اللازمة، ولكن مفيش اي دليل بصري على كلامه. ولكن في الاخر القرد جمع طاقته المتبقية وحاول يجتمع بعيلته من تاني. في الفيديو ده قرد اسمه جوجو شهد متعلق بمصدر للكهرباء عالي جدا، وحاول انه يمسك نفسه بانه مسك بايديه الاتنين الكابلات ورجليه سندت على مصدر الكهرباء تحتيه. اللي ممكن يكهرب حيوان في الموقف ده انه يقفل دايرة الكهرباء، بمعنى انه يمسك برجليه وايديه الكابلات، ودي الطريقة اللي كهربت بيها القرد جوجو. ولكن في الاخر حاولوا ينزلوا القرد بالطريقة دي، وحاولوا يجروا عملية تنفس صناعية، ولكن للأسف مفيش حاجة نفعت وكانت جوجو ماتت. فيل في حديقة حيوان في تشيلي وقع بالخطأ. الخطة كانت استخدام الحبال بواسطة رجال الحديقة والمطافي والأوناش لرفع الفيل، وبعد 4 ساعات كاملين من المحاولة الفيل تم إنقاذه، ولكن كان في طريقه لكارثة تانية أكبر. بعد ما الفيل اتحرر نزل جري على عيلته، ولكن لسوء الحظ الكابل اللي كان بينهم كان حي بالكهرباء، ولمسة واحدة من الفيل كانت كافية عشان يحصل له صدمة كهربائية شديدة جدا. ولكن كانت معجزة لما بعد فترة صغيرة قدرت انها تفوق وتقوم من تاني لوحدها، بس الكهرباء اتمكنت من بعض اجزاء المخ عندها. لو بصيت على الدبة دي وهي بتطلع على عمود الكهرباء هتشك في قواها العقلية، ولكن هي كانت بتدور على طفلها الضايع في المكسيك، وقررت انها تطلع على حاجة عالية تدور عليه من فوق زي عمود الكهرباء ده. الناس لما لاحظت المنظر ده كلموا السلطات وابتدت الخطة لتخديرها، ولكن محدش عمل حساب لمكانها الخطير، لان بمجرد تخديرها وبقت فقد الوعي وقعت وهي في طريقها للنزول اتعرضت للصعق بطريقة عنيفة جدا. طفلها تم العثور عليه بعد مدة صغيرة، ولكن كانت الأم فقدت حياتها. التعابين مخلوقات خفية بيكونوا موجودين في أماكن ما تتوقعهاش أبدا، ولو اضطر الأمر بتلاقيهم فوق سلوك شائكة عشان يوصلوا لطريقهم. وبهذه الطريقة محدش يتوقع يلاقي تعبان البايسون الضخم ده في علبة الكهرباء الكبيرة دي، وتم العثور عليه ميت بسبب الكهرباء. والغريب هنا ان البايسون ده كان كبير جدا وطويل. الحادثة دي كانت ممكن يتم تجنبها لو كان في بعض من تعليمات السلامة البسيطة. في الفيديو ده المية اللي وقع على الارض كانت متحملة بالكهرباء، وبمجرد انها وقفت عليها البقرة اتعرضت للصعق، وللأسف الكهرباء كانت كافية عشان تنهي حياتها. الفيديو ده من الهند. في الفيديو ده بنلاقي قطة في الهند فوق عمود كهرباء، محدش كان عارف هي ازاي طلعت فوق، ولكن كان مستنيها قدر قاسي جدا، وقبل ما توصلها المساعدة القطة تعرضت للصعق من الكهرباء. في الصورة دي تقدر تشوف شرز الكهرباء هو ماسك في القطة، واللي كان كافي انه ينهي حياتها. الفيديو ده اكتر فيديو خلاني عايز ابكي. كلنا عارفين ان حيوانات الكسلان هي ابطأ ثدييات على الكوكب، بيقدروا يقطعوا 4 متر في دقيقة واحدة، وبطريقة ما حيوان الكسلان انتهى بيه الحال بين كابلين كهرباء، وتم صعقه لفترة كبيرة جدا امام الرجل المصور. للأسف ما كانش بايديه انه يعمل حاجة لحد ما وقع حيوان الكسلان على الارض. خلونا نفتكر ان لو الحيوان عمل وصلة كهرباء بين كابلين او قفل الدايرة، ده بيخليه عرضة للكهرباء، في حالة مشابهة للي بنقوله قرد بيحاول يتمرجح على كابلات الكهرباء في حالة من الفرح واللعب، ولكن خطأ واحد كلفه حياته. نط على السلك التاني وأثناء القفز قفلت دايرة الكهرباء، بحيث إن كانت إيديه على السلك ورجليه على السلك التاني، وده في الحال ولت كهرباء خلته يفقد حياته ويقع على الأرض.
اتنين من الفيلة كانوا بيتمشوا، واحد من الفيلة جاء اتعرض للصعقة من الكهرباء، وبالرغم من بعد المسافة بين الفيل والكابلات المعلقة في الجو، ولكن الفيل كان طويل كفاية ان يلمس المجال الكهربي حوالين السلك، ولكن لحسن الحظ صديقه الفيل ساعده وقومه في الحال. مصور هذا الفيديو كان بيقول ان الطيور كانت بتلعب على الكابل، ولكن عددهم كان عظيم جدا، وفجأة حصل شيء صعب جدا، انفجار واحد من الكابلات، واللي ادى في الحال الى انفجار عشرات من الطيور. في الفيديو ده تعبان طلع فوق عمود الكهرباء عشان يدور على الاكل، ولكن بدل ما يلاقي الاكل كهرب نفسه بطريقة عنيفة جدا وتشوى حرفيا في لحظات. الفيديو ده مكانه في الحديقة الدولية لكروجر. في الفيديو ده هيبان السلك المكهرب قريب جدا من الغزالة، للأسف الغزالة ما بتتحركش، والأسود مستنية وبتبص وبتسأل نفسها هتاكله ازاي، ولكن ما يعرفوش اللي هيحصل. الأسود حاولت تهجم على الغزالة، ولكن كل ما تهجم كان بيتم صعقها، بس ما كانتش فاهمة السبب، وبالرغم من ان الأسود طمع صعقها كذا مرة، ولكن كملت وتمكنت من الغزالة للأسف. الهند مكان منتشر فيه الحيوانات بشكل كبير. قطة في الهند كانت بتتمشى وطلعت فوق عمود تليفون بالغلط، ولكن ربنا كان بعت لها الناس اللي هتنقذها، ولكن القطة طبعا خافت من الناس اللي جاية تنقذها بالفطرة اللي عندها، وأثناء هروب القطة منهم للأسف لمست سلك فيه كهرباء وتم صعقها بشدة لدرجة إنها اتشقلبت في الهواء من قوة الصعقة، ونطت على سلة الإنقاذ وهربت الحمد لله سليمة، ولكن اتعرضت لصعقة كهربائية هتخليها ما تطلعش فوق أي عمود تاني. المعزة دي كانت تقريبا بتحاول توقع نفسها في مشاكل، وكانت بتحاول تحط دماغها بين الأسلاك المكهربة، ولكن بمجرد لمسها للسلك اتكهربت جامد جدا وجريت بسرعة من شدة الألم، ولكن الحمد لله ما حصلهاش حاجة. في حديقة في دولة الدنمارك حصان من ناحية ومن ناحية تانية كلب وبينهم سلك مكهرب، للأسف الكلب اتعرض لصعقة قوية جدا لدرجة انه من شدة الصعقة جري وتفك الرابط اللي حوالين جسمه. الكلب في الفيديو ده كان بيحاول يلعب مع البقر، ولكن ما يعرفش ان في سلك مكهرب في النص، وكان عمال يتنطط ويلعب معاهم وفرحان بوجودهم، ولكن البقر كان بيبص عليه بصمت، وللأسف الكلب عدم وعيه خلاه يقرب من السلك المكهرب جدا عشان يلعب معاهم، وللأسف تم صعقه بالكهرباء لدرجة انه جري في وقتها من الألم والخوف، ولكن الحمد لله ما حصلوش حاجة. الطيور من أكتر الحيوانات اللي بتتم صعقها بالكهرباء، لأنها دايما بتقعد على أسلاك الكهرباء اللي في الجو. وفي الفيديو ده طائر كان بيحاول يطير جنب سلك كهرباء، وللحظة طمأنينة منه لمس السلك وفي الحال اتكهرب وفقد وعيه تماما، ولكن الحمد لله كان أغمى عليه وبعد فترة رجع لوعيه تاني. في تجربة غير إنسانية بالمرة، علماء علقوا فريسة لدب ولكن كهربوها علشان يعرفوا ردة فعل الحيوانات مع الكهرباء، وفي حسن نية من الدب قرب وابتدى ياكل من الفريسة، وأول لما لمس الفريسة ببقه اتعرض لصعق كهربائي قوي جدا وجري، ولكن الدببة من الحيوانات اللي مش بتستسلم بسهولة، عشان كده في الليل جه الدب وحاول ياكل ولكنه اتكهرب للمرة التانية. المفروض حيوان لما يكهرب مرتين هيتعلم وما يقربش من أكله، ولكن الدب لاحظ وجود بطارية متوصلة بالأكل، طبعا هو معرفش انها بطارية، ولكن ملاحظ انها شيء غريب جنب الأكل، وحاول انه يفصلها في محاولة منه لتغيير الوضع. الدب الذكي نجح وفصل الكهرباء عن أكله بمحاولة ذكية جدا وكل فريسته. للأسف الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد، ولو ما اشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.